صلي في البيت أفضل يا هشام. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سألت الشيخ أبي عليه رحمة الله، كان أسقط فريضة الحج، وكان في زيارة لأختي في السعودية من قيمة عام، وكان ناوي إن هو يحج تاني، فما تيسرش له الحال إنه يحج، فهل في العام القادم إن شاء الله إذا تيسر له الأمر سوف أحج، وقد توفاه الله والحمد لله على قدره يعني. فدلوقتي في مصاريف حضرتك بتاعت الخارجة وبتاعت الحاجات دي، وأنا أعلم إنها المفروض تتوزع على المواريث. طيب هل يصح إن أحد مننا وقد سبق له الحج أن يحج عن أبي تنفيذا لوصيته؟ ده سؤالي الأول حضرتك. استنى، هتاخد فلوس من؟ ما دي فلوس، في فلوس حضرتك اللي هي فلوس الخارجة، الخارجة دي كده مبلغ كده معين. انا عارف، لكن يعني انت تحجون عنه بفلوس الخارجة ولا بفلوس من فلوسه؟ هو تركه او لا؟ فلوس الخارجة اللي هي اصلا ما اعرفش هي تبع المواريث ولا لا، يا حبيبي الان وشرط السؤال، في فلوس الخارجة. اقول لك الان هو له تركه او ليست له تركه؟ لو تركه له بيت ولو حاجات طيب هو ماذا قال؟ وصى بماذا؟ قال ماذا؟ ان في العام القادم ان شاء الله سوف احج، ايوه، اذا لم احج فحجوا عني. اذا لم احج فحجوا عني. بالضبط. ايوه، لكن حجوا عني من مالي او من مالكم لم يبين. لم يبين. لم يبين. دي حضرتك اول سؤال. استناني، ما تدخل في اول في ثاني سؤال الا ما نفهم اول سؤال الان. اتفضل يا فندم. هل أنتم متفقون على استقطاع جزء من مال للحج عنه من تركته أو لستم بمتفقين؟ متفقين الحمد لله. خلاص الحمد لله، حلت المشكلة. إذا نخصمهم من الميراث قدر حجته وحجوا عنه ما دمتم كلكم على اتفاق على ذلك. تمام. نعم.